عودي معكم للمتابعة. قبل ما ننتقل عند الشيف، شو رأيكم ناخد فكرة بصلاة السينما اللبنانية؟ شو في عنا من أفلام؟ ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم الكوميدي Bad Moms عن ثلاث أمهات بيحسوا حالهم عم يشتغلوا كتير وعم بيحاولوا يدعموا عائلاتهم بشكل كتير كبير، ولكنهم ما عم يلاقوا تقدير أبدا وبينتفضوا بطريقة كتير مهضومة مع مجموعة كبيرة من الممثلات أبرزهم ميلا كونس، كريستينا أبلجيت، جيدا بينكت سميث، وكريستين بيل. في باد مامز. The bad moms. Yeah. Funny. وفيلم الأنيميشن Ice Age Collision Course بنسخة 2D و3D مع ماني، دييغو وسيد اللي بينضموا لباك ليصدوا ضربة من مجرة خارجية ممكن تدمر العالم بأصوات دانيس ليري، جون لوغوزامو، وري رومانو. Ice Age Collision Course. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. فيلم الأكشن Suicide Squad بنسختين 2D و3D عن منظمة حكومية بتوظف مجموعة من الأشرار المسجونين لإيقاف عمليات خطيرة مقابل تخفيف فترة سجنهم مع ويل سميث ومارجو روبي. We're bad guys. It's what we do. There's something going around. It's making people sick. ولمحبي أفلام الرعب ثريلر فايرل. بعد انتشار فيروس ممكن يقضي على كل البشر، بتوضع سيدة عائلتها بمحيط آمن وبتحاول تشفي أختها المصابة. It's gonna make me hurt you. Je n'ai rien à faire là. والفيلم الفرنسي الكوميدي ديماركومان إيميديا عن شرطي على الحدود بيوصل رجل على بلده، ولكن بيتبين انه هالشخص مش الشخص المناسب ولا البلد هو البلد المناسب مع اريا ابيتان ومادي سادون. On peut entrer sortir du camp quand on veut. Regarde, je reviens de la ville, j'ai acheté du coca à l'épicerie. نيح. عن جد في كتير كمية أفلام بصلاة السينما اللبنانية. لحظة ظابط شكلي؟ أوكي أخبركم شغلة. في كتير بعتونا بس في ما رح أقراهم لأنه ما بعرف شو هني هالأمثال يعني. روري شجرة الكسل تثمر الجوع. أنجل صبحي صباح الورد. قلبي على ولدي قلب ولدي على الحجر. هي معروف. سجود غلاييني من أمنك لتخونه لو كنت خاين. رنا الخالد لبس المكنسي، لبس المكنسي بتصير ست، لبس المكنسي بتصير ست النساء. لبس المكنسي بتصير ست. حلوة هيدي. هيدي مثل شو بيعمل هيدا مع الوج الكشن. تغريد مختار إذا كان الكذب حجة صدق بنجي. تغريد مختار الكذب ملح رجاء. والله بشرفك. شو تغريد؟ ما رح أقرأ لك ولا كومنت من هلأ لشهر لقدام. هيدي قصاص لك. تغريد تغريد كمان ما رح أقرأها. ما هيدي منك. كذب مرح رجال هيك طلع معك. قول مع احترامنا للموجودين. قولي مع بعيدة على اللي بوجهي او على عم بيقرأ. قولي هيك شي بس. لا صابرينا. تحياتي لسحر وخالد وكارلا وريوة ومايا ولكل الكادر. انا شو صابرينا؟ لا طيب. غيره علق التابلت. بعد شوي بنقرأ البقوي. شوفوا الشيف شو صحي اكله. صحي كتير اكله. عندي صلاد بقلب انديف يعني ما فيها ابدا ولا كالوري قليل يعني شويه الياف وفايبرز وكذا وطيبه وفيتامينز اكيد. شيف رح نرجع لك باخر عالم الصباح بس هلا كمان عندك شيء بدك تحضره. ما هيك شو رح نحضر هلا؟ بعد مخلص عم بعمل اللي هون عملت كارباتشو. لا هيك على السريع رح ارجع لك انا واتركك بس هلا هيدي شو نقعها بشي؟ لا هيدي كارباتشو ميزو كوتو دي فونجي. يا خيي بتقعد متصعب علي كل مره. بدنا حلم الله نحفظ الاسماء. قلنا اياها بالعربي. شو بالعربي شو اسمها؟ فطر. فطر خلص هي هي. ورشه ملح مع شيف طارق. طيب يعني جوزيف خلص انا بوعدك انه رح نعملها كلها بالعربي نبقى. طيب شو بدي اعمل؟ انه كان الكوزين تلياني بده يحكي تلياني شوي الواحد. معقول يحكي؟ ما بعرف ما بعرف. خليني بهمي. اوكي اللي رح بلشوا هلا هون في عندي رح نعمل الصوص طومات اللي رح تروح مع صدر الدجاج اللي مش اللي محشي
او رولاتيني دي بولو مع روستد بيبر اللي موجوده هون، رح نقشرها هلا قدامكم، ورح احط بلش الصوص طماط فيها. بصوص الطماط حطينا اكيد زيت الزيتون، حطيت استراغون او الطرخون المنشف، حطيت بزر الشمر اليابس، الملح، واكيد حطيت ملعقه سكر معهم لحتى نكسر الاسيديتي او المروره تبع او الحامض تبع الموجود بالطماطم او التوميتو. البيل توميتوز، البيل توميتوز اللي استعملناها هي البيل توميتوز، يعني البندوره المقشره، حطيناها بكاسة مثل هيدي، واستعملنا الميكسر، الهاند ميكسر او الايمرسينج ميكسر بسموه، لحتى نعملها مزبوط 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 وما بقي فيها شيء الا الصوص. اوكي، فهيدي رح نخليها هلا تغلي شوي على النار. هي طبعا وقت تكون عم تستعملوا البندوره المقشره اللي هي بالعلب ما بدها كثير غلي، ما بتاخذ كثير غلي مثل ما كنتوا عم تعملوا فريش. ليش؟ لانه قبل ما نحط بالعلب اكيد بتكون معموله على مطبوخ على درجه نار محدده لحتى تفقد البكتيريا ويرجعوا يعلبوها، فاذا بتوفر عليكم تقريبا نص الوقت. واذا كانوا البندوره اللي محطوطه المعلبه او اللي انتم بتعملوها باخر الصيف بيعملوها بالبيت امنين منها، جيبوا على طول الماركات اللي هي تكون معروفه شوي، يعني في كثير ماركات بتكون معموله كثير كوميرشال، بس اكيد الواحد بس بده يجيب لبيته. انا بفضل انه بلاقي احسن برودوي الموجود عندكم لحتى تكونوا على طول مامنين انه هالبندوره هي طعمتها بندوره مش حامض سيتريك او شيء ثاني. اوكي، الروستد بيبر مثل ما قلت لكم مره اللي بعمل فيه من بعد ما شوى، رح ناخذ ورقتين كلينكس. ودائما بالروستد بيبر انا بحب خلي الجوس اللي بقلبه او العصارة الموجودة تطلع من الروستد بيبر، بحب خليها دايما بنفس الليجات اللي ما رح نحطه فيه. أنا اللي بس بدي شيلهم رح شيل بس هالمحلات اللي هي مسودة أو محروقة، واليوم نحن عملناه بالفرن هيدا، بس حطينا له شوية زيت زيتون عليه مش أكتر من هيك. أوكي، وحطيناه بالفرن على حرارة عالية لحتى تحمر، يعني بدك تحطوه حوالي ربع ساعة حسب طبعا حسب ما تكون كبر الفليفلي اللي انتم عم تستعملوها. ما في فرق بين الأخضر والأصفر نفس الوقت بياخدوا كلهم، أو الأخضر أو الأورانج هلا بعد شوي بيطلعوا، أو الموف، في كتير رح يكون كتير ألوان حلوة بتطلع بالصيفية. وإن شاء الله إنه بحلقات أخرى رح نستعمل كمان الألوان كلها، طبعا في لها أطباق معينة تستعمل فيها حسب الألوان وحسب الطعمات. أوكي، هذا رح نخليها هلا تبرد شوي، الصوص عم تغلي. اللي عملته هون هلا هو خليط من البصل الفطر اللي مقطع كتير كتير صغير مع زيت الزيتون، طبعا أكيد الملح والبهار، وآخر شيء منحط عليهم الحبق الفريش أو الحبق الطازه، وبنخلطهم بقلبهم، ما في شيء. هي رح تكون كمان من مكونات اللي رح نحط فيها صدر الدجاج. رح اعمل شغله هلا قدامكم، طبعا كمان في ريزوتو جاي رح نبلشه لانه ما بدنا نرجع نقول ما استوى اخر الحلقه. رح نجيب صدور الدجاج من البراد اللي هن هون، رح اقول لكم شو عملت فيهم بس حتى نعطيكم افانغارد عليها. في عندكم شرائح الجبنه الموزاريلا اللي هي سلايست، فيكم تجيبوها من اكيد من السوبر ماركت مثل ما شايفها هون، مش ضروري تعملوا لها سلايسنج لانه بده يكونوا كثير رفاع. اوكي، وعندي صدورة الدجاج جايبها تقريبا حوالي 110 جرام الصدر او فلقة الصدر الواحد اللي شايفينه هون، دقيتهم لحتى نعموا يعني لحتى صاروا كتير رقاق، لانه بدي اياهم يستويوا من جوا ومن برا،
وقول لهم طريقه اكيده. اول شيء رح نعملهم ستافينج ومن بعد منها بدنا نحطهم بالفرن، نكفيهم بالفرن ومنطلعهم بيكونوا جاهزين للاكل. هلا هون اللي رح اعمله، معلش اذا تخزق الصدر، بدنا نلفه بشكل انه يكون، حط شويه ملح على كل واحد، شويه بهار ملاه. الشغله اللي رح ناخذها، رح ناخذ شقفه موزاريلا بنحطها على كعب او على صدر الدجاج بالنص اللي موجود هون. رح ناخذ شويه من هالستافينج ميكس اللي هي المشرومز مع البصل والحبق، ملعقتين صغيره هون. انتبهوا ما بدنا نكتر كثير ستافينج بقلبه لانه بعدين بيصير بيطلع برات الصدر وبيطلع منظره مش كثير كثير حلو. الروستد بابر اللي عملناه رح ناخذ شقفه صغيره منه ونحطها على صدر الدجاج او على الستافينج اللي عم نشتغل فيها. وحده ثانيه هون. هلا اللي بدنا نعمله، دائما نبلش من ديل الصدر، يعني المنطقه اللي هي الرفيعه من كعب الصدر. كل اللي بدنا نعمله رح نحطه بهالشكل هيدا. هلا رح منكفي بعد اكثر، رح اعمل شوي تحت الهواء بس مهم هلا انتم عرفتوا كيف طريقه عملهم. منكفي من بعد بنرجع من عند جوزيف. شكرا لك شيف، بنرجع لك بعد شوي نحن وياك، كن بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه. طبعا في عنا تانيا، خلينا نحكي.